في مثل هذا اليوم قبل ستين سنة أسست فرنسا لمستقبل مشوه في صحراء الجزائر فرنسا الاستعمارية جعلت من صحراء رجان مكبا لمخلفاتها النووية تجارب في الهواء الطلق بتفجير قنابل نووية متعددة الأنواع سلسلة من التفجيرات تابعة لبرنامج نووي كبير بدأته في صحراء الجزائر واكملته في مستعمراتها في المحيط الهندي واليوم رحلت فرنسا لكن اثرها باق واشعاعاتها وتفجيراتها تزداد اثارها يوما بعد يوم وحصيلات ضحاياها قول ارتفاع مستمر اين وصل ملف التفجيرات النوويه ومتى تعترف فرنسا بجريمتها كيف سيكون التحرك الجزائري في عهد الجزائر الجديده هل هناك آليات جديدة لاسترجاع الحق وتعويض ضحايا التجارب النبوية؟ وما ومتى يتوقف هذا النزيف في الأرواح؟ شاهدين في كل مكان هو موضوع حلقة البلاد اليوم. أهلاً وسهلاً بكم. في البداية أرحب بالأستاذ محمد لمين بلغيث المؤرخ والأكاديمي، أهلاً بك أستاذ. أهلاً وسهلاً. على أن يلتحق بنا بعد لحظات الأستاذ عامر الخيلة الأستاذ في القانون والباحث في التاريخ ومعنا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام الأستاذ عمر هامر رئيس جمعية 13 فبراير 1960 برجان أهلا بك سيد طيب إذا نبدأ معك أستاذ محمد الأمين بالغيث ابداوا من نقطة أو من التفجيرات النووية من سنة 1960 لو نعمل مسحة تاريخية متى بدأت وكيف انتهت ونتحدث بعدها عن الآثار بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين سادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم على هذه الاستضافة سعيد جدا أن أتحدث في الذكرى الستين لتفجيرات رجان وإنكر وغيرها من المواطن هي في الحقيقة على المستوى التاريخي البرنامج النووي أو القنبلة النووية الفرنسية تاريخها طويل جدا ليست فقط بنت ستينيات القرن العشرين بل البرنامج بدأ في فترة أطول بكثير جدا بتجارب تدخل في باب البحث العلمي وتجارب فيزيائية تجارب بيولوجية على الإنسان وعلى الأرض هذه تقريبا هي بداية ثلاثينيات القرن العشرين لكن متى بدأت بشكل كبير جدا وبصورة واضحة عملية البحث الجدي هي تقريبا بعد ثلاث تجارب من تفجيرات نووية في العالم هي التجربة الأولى التي عرفتها فرنسا وخاصه في ايام كبار شخصيات ممثله في شخص دوغول هي القنبله النوويه التي اطلقتها الولايات المتحده الامريكيه في شهر اوت على هيروشيما وناكازاكي خاصه القنبله الثانيه التي لم تنفجر وطبعا ان تنفجر او ان يستخدم لاول مره سلاح نووي استراتيجي في العالم لم يكن يعلم العلماء ولا السياسي ولا السياسيون السياسي مدى خطورة هذا على الأرض والكائنات الحية لم يكونوا يعرفوا أنه كانت هناك معرفة بالخطورة لهذا استهدفت الصحراء هناك الجزائرية لا، لا، هناك معرفة لكن ليست بنفس الشكل الذي ستعرف به على الأقل في التفجير الخامس أو التفجير الرابع مه. القنبلة الثانية التي حفزت فرنسا من أجل استحداث برنامج نووي هي القنبلة الروسية تقريبا مباشرة بعد هيروشيما وناكازاكي استطاع الاتحاد السوفيتي تفجير قنبلة أول أول قنبلة مه. في سيبيريا القنبلة الثالثة التي فعلا كانت هي بداية تحفيز الفرنسيين على إنشاء قنبلة هي القنبلة البريطانية والإنجليزية الفرنسيون البرنامج بدا مباشرة تقريبا بعد القنبلة الأمريكية وأنت تعرف أن الفرنسيين يتسترون كثيرا على هذه التجارب خاصة وأنهم استفادوا فائدة كبيرة جدا من كل عباقرة الفيزياء النووية من اولئك الفرين من المانيا النازية مهي. استفدت منهم الارجنتين، آه، البرازيل، الولايات المتحدة الامريكية، اسرائيل وايران. ايران مهي. ايضا استفادت من هؤلاء في فترة من الفترات خاصة بعد آه انهيار الاتحاد السوفيتي في آه تسعينيات القرن الماضي. مهي. الأمر الثاني والمهم جدا آه احنا عندنا آخر آه اخر اعلان نهائي لاستحداث او لبدايه التفجير النووي هي تصريح دوغول في ندوه صحفيه مم. في شهر نوفمبر في 1959 حينما حاول كثير من الدارسين والعلماء استفزاز دوغول وقالوا انت لا تملك الموارد الماليه ولا تملك التقنيات العاليه وليس لك المكان الكافي الذي بامكانك ان تفجر فيه هذه القنبله لكن قال بالحرف قال ان وقعت رقابة شديدة جدا على السلاح النووي في كل بلدان العالم فسوف تتوقف فرنسا عن انتاج هذه القنبلة النووية لكن في حقيقة الأمر هي مجرد نفس التصريح به إيران اليوم هي عبارة عن عدم لفت الإنتباه للعمل النشيط الذي كانت تقوم به المخابر الفرنسية هنا وفي غير المتروبول <applause> الأمر الثاني والمهم جدا أنه القنبلة الفرنسية ليست قنبلة خالصة أمريكية ولا قنبله خالصه روسيه ولا بريطانيه بل هي قنبله مشتركه ما بين المال اليهودي <applause> وكل الشخصيات العلميه التي استطاعت فرنسا ان توجهها الى هذا المشروع وبالتالي لذلك حتى على مستوى الالوان القنابل الثلاثه التي فجرتها فرنسا تبدا باليربوع الازرق واليربوع الازرق هو رمزيه للعلم الفرنسي ورمزيه للعلم الاسرائيلي. وجاءت التجربه النوويه او التفجير النووي خلينا نشرك الاستاذ عمر هامل رئيس جمعيه 13 فبراير 1960 برجان اهلا بك سيدي. مرحبا مرحبا اذا استمعت هذا المسح التاريخي وهذه الدوافع كما يقول الاستاذ محمد آه. بن بلغيث التي آه. دفعت بفرنسا للذهاب نحو الحياز على قنابل نووية أو ليكون لديها مشروع نووي وكانت الضحية طبعا الجزائر ورجان ربما الآن نتحدث عن عملية الربوع الأزرق هذه العملية أكيد أنكم في الجمعية هناك من روى تفاصيلها هناك من كان شاهد عليها البعض في التاريخ والآثر تتابع أنه آثارها أو حتى كانت ترى بالعين المجردة نتائج تلك التفجيرات على بعد مئات الكيلومترات ربما توصيف ومسح ربما لما حدث سنه 1960 اولا شكرا اشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع لا الذي اريد له ان يندثر 36 سنه لم يذكر والان الحمد لله وسائل الاعلام والمفكرين والباحثين يهتمون بهذا الموضوع اود فقط ان الفت الى الانتباه الى ان بعض التعبيرات وبعض المصطلحات رانا نتجنبوها آه هذا هو سؤالي سيدو. يعني هذا سؤالي اللي حبيت ننطلق منه يعني السؤال هل نستطيع اليوم نقول انها تجارب نوويه ام لا تفجيرات نوويه في الجزائر؟ لا تفجيرات نوويه نحن نتجنب التجربه تكون في مخبر هذه بالنسبه لنا إحنا هي تفجيرات نوويه عبثيه اجراميه لحد الان. كما اود ان اذكر بمصطلح اخر والذي يتسفسط فيه بعض المحللين والمفكرين وهو عدم وجود الضحيه، غياب الضحيه او اشكاليه الضحيه. الضحيه هي البيئه. سنتحدث بان الضحيه استاذ استاذ هامر ربما الضحيه وليست ليست البيئه فقط، الضحيه هي الحياه في منطقه باكملها. من لأن تراب لأن البعض ونبات البعض وانسان البعض يقول غياب الضحيه او اشكاليه الضحيه مش مطروح هذا الطرح هذا الضحيه لان الضحيه هي البيئه هي الحياه هي كل المنطقه ربما هذه الذريعه التي اتخذتها غياب فرنسا غياب. لطمس هذا الملف او لطمس هذه الافعال انه ما توجدش ضحيه لا توجد ضحيه مباشره توجد ضحيه شو حتى فرنسا استعملت مه. في قرب التفجير استعملت بشر في اليات بشهاده ضابط فرنسي مم. اللي هو سيلفا ماريو سيلفا اللي حكى الحكايه نتاعو وقال باللي قرابه ال 170 وشاف بعينه اشخاص داخل اليات عسكريه بجانب تفجير نووي مم. هاد الاشخاص اللي كانوا لهيه يكونوا تبخروا تبخروا مش 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 تضرروا ولا تجرحوا تبخروا مم. امام المنطقه لان التفجير نووي هائل مم. فرنسا كانت تبغي تعطي صدى كانت باغيه تعطي صدى للتفجير نتاعها لان عندها عقده نقص ذاك الوقت من بعد التفجير نتاعها هناك شافت روحها بانها ضعيفه امام بريطانيا خاصه التي دائما تبحث على ان تكون لها ند الانجليزيه والفرنسيه اذا اصرت على امتلاك هذا السلاح بكل الوسائل وبكل مهما <الحلاتي> مهما كان ربما الثمن مهما كان حتى <مهما> انها تعاملت كما ذكر الاخ الدكتور تعاملت مع الاسرائيليين <مهما> واعطتهم ارض الجزائر لاستعمالها في هذه التفجيرات او امتلاك السلاح طيب. مقابل تقنيات نوويه. طيب. إذا سنواصل استاذ عمر هامل ومع ضيفي ايضا هنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام في مناقشه هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام متواصلون معكم في مناقشة موضوع اليوم: التفجيرات النووية برقان في الذكرى الستين لهذه التفجيرات ضيفيه في الاستوديو الاستاذ او الدكتور محمد لمين بلغيث المؤرخ والاكاديمي اهلا من جديد وينضم الينا الاستاذ والدكتور عامر الخيله الاستاذ في القانون والباحث في التاريخ اهلا بك اهلا وسهلا مرحبا معنا ايضا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الاستاذ عمر هامر رئيس جمعيه 13 فبراير 1960 من رجان باضرار اذا ابدا معك استاذ عامر الخيله تابعت ربما في الجزء الاول طرح الأستاذ عمر هامل وطرح الأستاذ محمد امين بالغيث تحدث أنه فرنسا في تجربتها النووية أو في تفجيرها النووي برجان قالت أنها ليست جريمة لأنها لا توجد هناك ضحايا مباشرين لكن الضحايا راحت فرنسا ولا زالت إلى يومنا هذا وستستمر الضحايا والتضحية في الجزائر هذا المنطق منطق لا يستقيم مع العقل يستقيم مع التقارير التي نقلت من طرف فرنسيين في ذاتهم عن طريق الشهادات عن طريق الوقائع الحيه الموجوده واللي ظلت موجوده طيله 60 سنه يعني ما كانش ضحايا ولكن كاين عشرات الالاف تاع الجريمه المستمره ضحية يعني باستمرار او ضحايا اليوم يقدر في, في 13 فيفري 2020 يمكن يكون ضحيه لماذا؟ لانه الانعكاسات راح بصفه تقنيه هنا بالضبط لانه الانعكاسات تاع التفجيرات كانت انعكاسات مستمره مم. لا تزال وسجلت ورانا في الجزائر وموجود بها الجزائريين انه الولادات المشوهه حالة السرطان المتنوعه والمتعدده حالة فقدان بعض الاعشاب وبعض اللي 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 يعني اللي اللي نباتات لا الغطاء النباتي في نباتي المنطقة اصبح تقريبا منعدم بها المنطقة والى غير ذلك الاثار موجودة على الشجر والحجر مم. يعني لكن دعني انا نقول بانه سنتحدث عن الاثار سنتحدث لا, لا لما جعل جاء جا على لسان زميلي المحترم في سؤالك الاول له فرنسا بدأ من سنة 1935 دات في المنطقة فيما يسمى بالناموس بي دو قاعده مم. في الصحراء الجزائريه قوم بعمليه ما يسمى بالتجارب البيولوجيه والكيميائية بيولوجيه وكيميائية ظلت على هذا الشيء فرنسا في 45 شهدت شيء اول حاجه انه فرنسا في 45 كالمنهزمه المنتصره مم. انهزمت كدوله وانتصرت بفضل تدخل الامريكان في الحرب العالميه الثانيه. <applause> شافت الامريكان كيف ختموا الحرب العالميه الثانيه مع دوله اليابان في هيروشيما وناكازاكي جوي اوت 1945 ما لا يقل عن 70 الف و40 الف ضحيه في تفجيرين تفجيرات <applause> <applause> نوويه. يومها ركبت راس في فرنسا فكرة انه لازم لابد من الالتحاق بالدول النوويه لازم نتسلح لازم نتسلح بدات المجهودات بدات تطوير هذا البحث العلمي فيما يخص جوانب الكيميائيه وغيرها لابد من الانتقال الى مرحله اخرى ولذلك ما تكن تحل سنه 1960 حتى صارت فرنسا دوله نوويه وصارت عضو في المجتمع نووي مه. حتى لا أقول النادي النووي. من من الغريب يعني في الشعوب أو الدول اللي كان مطلوب منها وتحملت مسؤولية وتعاهدت بأنها تحافظ على السلم والأمن العالميين، اللي هو دول ما يسمى بأعضاء مجلس الأمن، مه. هي الدول النووية. دول نوويه ظلت اصبحت سنة. هذه الدول تستخدم نفوذها وتستخدم الفيتو من اجل م. حمايه نفسها بالضبط والحيلوله دون اي قانون يجرم هكذا مم. فعل او يعاقب عليه ظلت التجارب موجوده في الجزائر كانت اربع تجارب بين 60 ومطلع 61 كما يذكر الزميل اليربوع حتى اليربوع معناها الجربوع مم. هذا التسلل اللي يتسلل هذه التفجيرات هذه اليربوع الازرق الاربع الاخضر الاربع الابيض والاربع الاحمر وان كان الاخضر هو الاخير وقرات فرنسا قدمت شيء بانه تست... تسمي هذه التفجيرات بالأرباع الاخضر لانها تريد بناء الطبيعه و... متى توقفت هذه التفجيرات؟ هناك تفجيرات... اربع تفجيرات فقط؟ تفجيرات وقعت في, في سنه 1966 وهنا يطرح سؤال قال ما موقف اتفاقيه ايفيون من من التفجيرات النوويه؟ مم. في عهد بومدين الثوري وفي عهد بن بلاه الثوري كيف استمرت التجارب الى غايه 66 لانه تحت بند ما يسمى بالبحوث العلميه البحث العلمي تم تمديد المده التجارب هذه لمده خمس سنوات مم. ولكن التجارب الكيميائيه والبيولوجيه استمرت في مم. اتفاقيات سريه مم. جزائريه فرنسيه هذا هو مغزى السؤال آه، لا لا في الجزائريه الفرنسيه ولا درجه ان الحكومه ما تعلمش بالشيء هذا الشيء اللي كان يعلم هو رئيس الجمهوريه والرائد شابو رائد شابو الى غايه 72 انتهى الاتفاق الاول بخمس سنوات جدد كذلك مره ثانيه دائما في نفس المكان في نفس المكان لا لا زاد تبدل ركان يعني المشبرك طيب خلينا عفوا نشترك الاستاذ عمر في هذه النقطة في هذه انا لك بانه في 78 م -م. توقفت يعني الى غايه 78 78 تم ردم النفايات اللي موجوده تاع راح نتحدث عن النفايات ومصيرها والإشعاعات لكن اللي انه رغم الردم ما زالت اثارها باديه. استاذ عمر هامل انت معنا دائما عبر الهاتف استمعت للاستاذ عامر الخيله ان التفجيرات وان كانت هناك اربع تفجيرات نوويه شهيره لكن التفجيرات الكيماويه الى غيرها من التجارب بقيت مستمره، رك انت خلينا نعتبرك من شهود العيان ومن اعيان المنطقه، كيف تابعتم ذلك؟ هل هذه الامور باديه للعيان؟ هل تتم في سريه؟ هل صحيح هناك تحرك فرنسي في المنطقه على مدار سنوات السبعينات الى غير ذلك؟ اولا بالنسبه لشكر الضيف لكن مم. اولا بالنسبه للركان كانت فيه فقط اربعه تجارب اللي باينه اللي هي اللي يربع الازرق اللي الابيض اللي الاحمر والاخضر الأخ. طبعا كانت الالوان تشير الى رايتي الكيان الصهيوني وفرنسا لان فرنسا كان هدفها فقط انها تحمل رايه او تحمل بلاك نتاع نتاع دوله نوويه دوله نوويه في حين اليهود كانوا محتاجين ارض اللي فيها بين قوسين تجربة تجارب خلقت تجربة خلق التجربه هذه وكانت فرنسا بغيتها يكون عندها صدى لذلك كانت 70 طن كانت اربع مرات نتاع هوريشيما تقريبا هذا لان هو كانت فرنسا مه. تحوص على صدى باش في في العالم كله يعرف اللي راهي تحص راهي ولات دوله نوويه يخصها تدخل النادي, النادي النووي بالقوه مه. إذن دخلت بالفعل باليربوع الازرق هذا وفرحوا انهم لكن للاسف اننا لازلنا نعاني منذ 60 سنه نعاني هذه ضربات الاشعاع المتتاليه في كل سنتح... إذن... سنتحدث إذن... عن هذه الضربات لان هذا التفصيل مهم ومهم جدا لا. يعني لا, لا اريد ان أمر عليه مرور على الكرام لكن اعود اليك دكتور بلغيث لما يتساءل المواطن البسيط او التلميذ او الطالب سقطت تفجيرات رجان من مقررات التاريخ وما تخش ذلك الصدى وذلك الاهتمام الكبير لماذا؟ أولا تقريب حتى 1999 أين بدأنا نحن كباحثين ك جيل قد وصل على الاقل الى العقد العقد الرابع كانت هناك حاجة يسموها أمية ثقافية متعلقة بالتفجيرات النووية أولا هذه التفجيرات النووية في فرنسا في فرنسا يفترض أن المعلومة موجودة ولا تخضع للسرية الكاملة عند الشعوب العالم الثالث بدأت لأول مرة تعرف أو تطرح على العلن في 1992 مم. حيث درست أو يشير إليها في البرلمان الفرنسي وأول مرة تخرج للعلن على مستوى ما يسمى بالمجتمع المدني في 2001 <applause> وهذا بتأسيس جمعية المغاوير مغاوير التجارب النووية الفرنسية في الجزائر يعني هي التي كشفت عن هذا في 2001 <applause> وطبعا الذين كشفوا هذا هذا الأمر هم أولا مجموعة من الباحثين مجموعة من المؤرخين وأنا عندي دراسة متميزة جدا لواحدة من أبناء احد المغاوير الذين شاركوا في مواقع فرقان اللي هي السيده كريستين شانتون في عجاله قبل ان نعود بعد الفاصل الامر الثاني والمهم جدا انه اذا كان فرنسا الى غايه 2001 والمجتمع الفرنسي متطور جدا فيما له صله في, في المسافة المعلومه لا يعرف الاشياء الكثيره جدا المتعلقه بالتفجيرات النوويه في البولونيز او في في الجزائر <applause> فمن برك نحن نحن ضحيه لكن نحن, نحن ضحيه ولكن ايضا نحن ضحيه تجهيل <applause> ضحيه تجهيل وضحيه تعتيم. طيب, طيب. حاجه طيب. اخرى مهمه جدا ان المنطقه والسيد راه من لم يكن يعلم اهل الرجال مدى خطوره الو... ال... حتى ان المنطقه الولوج... بشكل الولوج صحيح, الولوج صحيح كيف نحددها؟ و... انا عندي شهاده انا عندي شهاده واحد اسمه الحاج احمد أه حم... حم... حماده وعندي شهاده أه... ممرض اسمه مصطفى إلى غاية 1968 في هذه الفتره لم يكن يعلم اهلنا في رجان وحمودي وانكر مدى خطوره الدخول الى هذه المواطن أو وهذا وهذا أو الامر او استخدام اللي وسرقه اللي هذا الامر الذي ضعف من المشكله ومن الازمه هو التقرب من هذه المنطقه من اجل الحصول على بعض الصفائح الحديديه الى غير ذلك نعم. هي الامور التي نحاس. فاقمت الوضع لكن مشاهدينا الكرام سنواصل الحديث في هذا الموضوع بالتحليل والنقاش بعد فاصل إشاري قصير نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام ونعيد الترحيب بضيفيه في الاستوديو الدكتور محمد الامين بلغيث المؤرخ والاكاديمي والدكتور عامر خيله الاستاذ في القانون والبحث في التاريخ وعبر الهاتف الاستاذ عمر هامل رئيس جمعيه ضحايا تفجيرات سنة 1960 برجال أهلا بك سيدي أهلا شكرا لو نبدأ معك أستاذ عمر الهامل كنا نتحدث منذ قليل عن التفجيرات وأنت بدأت الحديث عن أثر هذه التفجيرات على سكان المنطقة نعود إلى فترة 1960 وإلى التفجيرات الأربعة في كل مرة كانت فرنسا تقوم بهذه التفجيرات هل كان هناك إجراءات احترازية وإجراءات ربما لمنع السكان والمواطنين للتقرب من هذه المنطقة لأنه حسب الشهادات التي دائما نتابعها ونطالعها سواء في التاريخ أو سواء حتى في التصريحات الإعلامية أن السكان بعد الاستقلال كانوا يتقربوا من هذه المنطقة ويترددون عليها بشكل كبير سيما لاقتناء بعض الأمور الموجودة في ساحات التجارب النووية والتفجيرات النووية بالنسبة لأولا فرنسا التي تدعي التحضر والتي بنت مجدها على اكتشاف الجزائريين يفترض انها كانت تقدم نصائح حتى اللي خلفوها ولا المواطنين اللي راهم يحتكوا بالبقايا اللي شاع الموجودين كانت ما مترجم النفايات اللي خلتها على على وجه الارض مه. هذا ما يخلينا نعتقد باننا كنا تحت التجربه حتى بعد 1960 الى يومنا هذا ما دمنا نتلقى يعني هذا امر مهم جدا تجربة. <زرق> عندك على خاطر كان حنا عندنا كانوا سواح يجوا هنا في السبعينات، انا نفترضوا انهم كانوا يتبعوا التجربه نتاعهم. <مما> <عرض> كانوا يتبعوا هذه وحدة الجهاله اللي, اللي كانت الله شارلها الاستاذ، هذه الجهاله حتى حتى الحكومه كانت جاهله. <مما> باش نكون <مريحام> واضح مليح، نكون دقيق مليح في كلامي. والا لماذا في 1996 راح السعيد عبادو الله يرحمه ويوسع عليه هو والوفد المرافق له حتى النقطه الصفر اللي راه منعوا وصولها الان. <متح�> واذا كان بغاو هم بغاو يهلكوها ما اما يفترض ان يفهم اللي انه حتى الحكومه كانت ماهيش داركه حقيقه مخاطر الاشعاع طيب مش للشعب المواطن البسيط طيب سنعود اليك اذا دكتور عمر الخيله كما تحدث الاستاذ عمر هامل وكما تحدث الاستاذ انه كان هناك نوع من التجهيل نوع من الطمس ونوع من الكتم على هذا الملف لهذا يتساءل البعض اليوم ما دامها جريمه ضد الانسانيه والجزائر تدفع ثمنها والجزائريون بمنطقة رجان يدفعون الثمن متواصل عبر الأجيال تشوهات جينية تشوهات خلطيقية سرطانات كما قلت أنت منذ قليل الأعشاب والنباتات والغطاء النباتي اختفى من المنطقة لماذا لم تدور القضية إلى اليوم؟ شوف على شيء بأن هذه الأمور كانت تجري سريا وكان في حرص من طرفين فرنسي والجزائري على السرية فرنسي حتى لا تطار حوله العديد من القلاقل وكذا لماذا؟ لانه في سنه 65 كانت كذلك تفجيرات وجدت واحد الاصداء مستنكره على المستوى العربي والافريقي والاسلامي كانت تجربات في الجزائر كان في ردود فعل عنيفه في تلك الفتره من قبل حكومات ولكن الجزائر لم تكن تملك مساحه الرفض لماذا؟ لأسباب موضوعية للتشابك الاقتصادي الموجود لكون فرنسا عضو مجلس الأمن ويمكن وفي نفس الوقت لوجود بند في اتفاقية إيفيون اللي تم اللي المصادقة عليها تبقى المسألة اللي رانا نتكلموا عليها هل يوجد قانون دولي يمكن الاستناد إليه لطرح هكذا ملف؟ مه. أنا أقول بأنه القانون الدولي مه. ويعكس ما تمثله مكونات المجتمع الدولي وبما أن القوى الكبرى في العالم شرقا وغربا الاتحاد السوفيتي الامريكان وما بينهما ضربين النحل وهذول ليس من مصلحتهم ما كذا هكذا قضايا مواضيع واش بقى احنا ك انا في تقديري نقول بانه كاين حل احنا فعلا نديروا حصه كهذه وممكن الاخوه كان اللي يتنقلوا حتى الجنوب الجزائري ويشاهدوا اليوم كان هناك ملتقى ويشاهدوا بي... بيركان وممكن نديروا ملتقيات ممكن نديروا دراسات وكذا في اطار المجتمع المدني في اطار الفعاليات الثقافيه في اطار الجامعه في اطار مراكز دراسة لكن في تقديري هذا يبقى عمل شعبي يبقى عمل فئوي اذا اليه التحرك اليه التحرك ما هي انا في تقديري هذا موضوع علمي عسكري وقل نقول علمي اختصاصات كثيرة اختصاصات كثيرة وعسكري لأنه يبدأ لأنه أصلا مم. أصلا هذه التفجيرات كانت تشرف عليها قيادة الجيش الفرنسي العامل في الجزائر مم. بل حتى وزير الدفاع في فرنسا كان يتبع في هذا الموضوع لذلك أنا أشوف بلي لابد من إنشاء هيئة وطنية رسمية وتزويدها بالإمكانيات البشرية والمادية لتكرس وقتها للبحث لتكرس وقتها في هذا الملف في م. هذا الملف لانه احنا اليوم نحبوا نطرحوها على المستوى الدولي لا تطرح بشكل شعبوي او لا شكل لا لا, لا, لا. أو خلينا نقول ادبي لازم تطرح لازم بشكل تقني لازم تقري. اليات لما تريد تطرح م. قضيه ما م. على اي منظمه دوليه ولا هيك ده. لا بد من لا بد من رانا امام جريمه الدوله الجريمه هذه ارتكبتها فرنسا تلقى القانون الدولي لحقوق الانسان والكذا يمكن كذلك طبقا لهذا القانون ما دام فيه فراغ في التشريع الدولي الجنائي مم. اللي جرم هكذا افعال لماذا ما يجرمهاش؟ لأن الفاعلين فيها كانوا فوق القانون هم صانع القانون في, مقا... في مقابل هذا المتضرر الضحيه يحق طبعا طبقا للقانون الدولي لحقوق الانسان او الانساني القانون الدولي الانساني انه يمكن طيب. التعويضات هذا هو السؤال هذا هو السؤال ونخلينا في النقطه هذه الاستاذ محمد لمين والغيت ربما اذا لم تجرم فرنسا او الى غير ذلك هو كان يتحدث منذ قليل انه هناك امور سريه اتفاق الى غيرها لكن لماذا لم يتم تعويض الضحايا لماذا لم فرنسا تكفر عن ذنبها وتنشئ مستشفيات بالمنطقة إلى غيرها من الأمور اليوم السؤال المطروح نحن نعرف دائما سوء نية فرنسا وليس لن نسألها حسن نية اليات التحرك ربما لتدويل هذه القضيه في ظل انه عندنا مجلس امن متكون من يعني اقطاب النووي العالمي هم الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وليس من مصلحتهم كما يقول الاستاذ عمر خيلا ان تفتح مثل هذه الملفات حتى وان فتحت ستتوقف بفيتو او فيتوين. لا شوف في مما تعلمناه في عربيتنا الجميله يقول لك الطبيعه تابى الفراغ. إذا لم تدافع عن حقك فأنت جبان مم. مثل العربي يقول لك من استفز ولم يرد فهو جبان طبعا يعني لما نقول لك لما التاريخ يقول لك حتى 78 فيه تجارب نوويه تحت عنوان بيولوجيا كيميائيه ماشي نوويه حتى تحت عنوان كما يقولوا تجارب علميه حتى 78 وطبعا صحيح انه جريدة الجيش والمجاهد كتبت على هذه الأشياء في فترات معينة لكنها لم تكن بالصورة التي تصل بنا إلى المعرفة الكاملة عن الموضوع عندك الأمر الثاني أنه قضية التفجيرات النووية الفرنسية كانت عبارة عن خديعة للعالم بأكمله وطبعا أنه في لما ترجع لصحافة ذلك الوقت أول صحيفة التي كانت قد نقلت أخبار ما وقع في رجان وحمودي وعين إنكر هي لو دو باري هذا هذا الصحيفه كتبت بالخط العريض في 13 و 14 ان فرنسا الان قد دخلت الى النادي النووي الدخول الى النادي النووي يعتبر يعني شبيه باصول الانسان الى الفضاء الخارجي مثل غاغارين ومثل الولايات المتحده الامريكيه وغير ذلك الامر الثاني في يومين بعد ذلك في 16 فبراير 1960 نشرت نفس الجريده أن ليس هناك تأثيرات جانبية مم. راديو أكتيف على الإنسان على الإنسان ولكن الثابت أنه مثل ما ذكرت في بداية الحلقة أو الحصة أن فرنسا كانت تتكتم على ما وقع في رجان ولذلك مثل ما ذكر الزميل أن وزير جيوش ميسامير كان يترقب لحظة بلحظة تقريب منذ الثالثة فجرا الى غايه التفجير الاول الحقيقي في السابعة واربع دقائق. وطبعا الفرنسيون انا نقول لك المجتمع الفرنسي لم يكن على درجه عاليه بمعرفه ما وقع الا تقريبا بعد مده طويله جدا يعني بعد عشرين سنه. <applause> تاسيس اول جمعيه للمغاوير للمغاو الفرنسيين الذين كانوا ضحايا موقع في 2001. طيب في, في طيب. 2002 بدات تصدر هذا الامر هذا الامر تحدثت عليه. نعم. الان نحن من دورنا كيف تكون آلية التحرك كما قال الأستاذ عبد الوهاب؟ اقترح يعني تكون هيئة مختصة تابعة هذا الملف. والله صدقني من 20 سنة، يعني مم. من 1999 من الملتقى الثاني المتعلق بالتفجيرات النووية مم. التي كانت تشرف عليها وزارة المجاهدين والمركز الوطني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وحنا نتكلم عن هذا الموضوع وفيه جمعية في جمعيات وفيه هيئة من باحثين ودارسين وحتى في علماء في الفيزياء النووية لكن في الحقيقة الملف كبير جدا لكنه لم يجد السند السياسي <applause> لأن هذا الأمر يتعلق بأمر دولة وليس مجتمع مدني فقط يعني إرادة سياسية إرادة في الملف. على أن تتبنى هذا الأمر وزارة السيادة الخارجية طيب. الرئاسة وزارة المجاهدين وزارة الثقافة وزارة الشؤون الدينيه طيب نستمع هذه طب... عمر هذه الحال هي التي ستعطي الفرصة للجزائريين يكون محرك فعلي لهذا نعم يكون محرك فعلي لإدانة فرنسا حتى طيب. يدخل هذا الملف ضمن المسائل المتعلقه بقضايانا العالقه للذاكره بيننا وبين الفرنسيين. سنعود الى قضيه الذاكره لانه اليوم كان هناك تصريح لوزير المجاهدين جديد ما يتعلق بملف الذاكره ويتعلق بتفجيرات رقان، لكن قبل ذلك خلينا نشرك الاستاذ عمر هامل، استمعت اكيد الى تحليل الاستاذين هنا في الاستوديو. ربما نطلب منك ان تلخص لنا واقع الحياه في رجال كيف يعاني المواطن في رجان منذ 1960 إلى يومنا هذا الإشاعات كما تحدثنا منذ قليل مستمرة لألاف السنين ولن تنتهي ربما تأثيرها على الإنسان والأثار الجانبية كيف هي أورام سرطانات غيرها من الأمور التي تقفون عليها بشكل يومي أولا للأسف كان بعض الآباء أنهم يتمنوا يموتوا لولادهم اللي هي زينة الحياة الدنيا كيف يتمنوا كيف الاباء يتمنوا يفقدوا اولادهم اللي الاولاد لهم زينه الحياه الدنيا يتمنوا يفقدوهم لانه مشوه وحتى انه يعني كاين اباء يخافوا يخلفوا لانه يخاف يجي مشوه لانه راح يشوف يفكر كي يدير كيف يدير ويربي هذا الولد كيف يدير ويرعاه رعايته هذه من جهه ثانيا عندنا امراض مختلفه عن تاع السرطانات زياده عليها الامراض النفسيه التي نعاني منها نحن حتى انه تسمع باللي هاد المنطقه فيها أه نووي ويخلق فيها فيها نفايات فيها امشيحه فيها اضرار فيه المشكل انه هذا الامر غير ملموس غير ظاهر هذا اللي يخليكم دائما في حيره وفي ترقب لا دائم وفي خوف لا لذلك انا دائما نطالب بوضع خريطه للرجال هذا السؤال اللي سقط منا في اول الجزء ومن قلت لك انه لا نعرف حتى المكان او نقطه الصفر كما قال الاستاذ او كما قلت منذ قليل لا نعرف المكان وخريطته وتفاصيله اين تتوقف الاشاعات اين توقف حتى المخطط العمراني نتاع نتاع رجان يكون يعرف وين يتوقف قال الى حد كذا الى حد الكيلومتر كذا توقفوا ما تزيدوش لانه كاين مخاطر اشعاع هذه ما الغبار الغبار تاني نتاع نتاع الاشعاع احيانا كي تجي الريح للمنطقه ومنطقه هي ناكي يعني ناكي يعني يمشي ما يزيد يضرنا حتى النباتات ايه والا 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 والمحاصيل الزراعيه يعني انتم بالاثباتات بالدلائل كانت هناك ربما مناطق انه في السبعينات كانت المنطقه معروفه بانتاج الطماطم وانواع من الخضر والفواكه هذه الاراضي اليوم هي في تضاؤل مستمر كما يقول الفلاحين طبعا المنطقه كانت معروفه بتصدير التمور للمناطق الافريقيه حتى النخيل والناخية وهذا تاني بين قوسين رد على الفرنسيين اللي قالوا هي ارض او انها مم. ارض فارغه ولا نقول بلي هذه بثلاث نقاط ان المنطقه منطقه واحات المنطقه منطقه جواية المنطقه منطقه مقاومين مم. وبالتالي وجدت حياه هنا على على وجه الارض لكن هي اصرت على ان يكون البيئه والانسان جزء من التجربه. لانهم كانوا هم كذلك موضوعين تحت التجربه مه. الفرنسيه العلميه. هناك ارقام، هناك احصائيات عن عدد ربما المتوفين بسبب هذه الاثار، عدد السرطانات والاورام آه التي تخلفها كما يعرف المختصين والاطباء هذه الاشعاعات. فرنسا اولا في حين تفجير مم. قامت بدوره جودة في كل المناطق القريبه المحيطه من, من التفجير بالطبيب كل لانه كان هنا مستشفى كبير هنا في ركان وحاول تغطي كل اللي باينه الاضرار اللي باينه لكن المعروف على ان سكان هنا معروفين معروفين ماش ما عندنا رقم انه فلان فقد ذكري لان حتى اللي استعملوهم في التجربه استعملوهم بجانب التفجير كانوا مساجين جابوهم من ناحيه سيدي العباس كانوا مساجين محكوم عليهم بالاعدام مم. وجابوهم وضعوهم في الاليات قرب قرب التفجير اذا ما عندناش صعيد لذلك فاننا دائما نجيب على كلمه الضحايا ان كل سكان رجان ببيئتهم هم ضحايا واليوم واليوم استاذ الهامل اليوم نعم. دائما نتحدث اليوم عن انه في منطقه رجان هناك امراض تتفشى وبكثره وأن انواع معينه من الامراض من الاورام اورام السرطانيه الى غير ذلك معليش ما عندناش الاحصائيات في السابق لكن اليوم الخارطه الصحيه في المنطقه ربما ما هي الامور او الامراض المنتشره بكثره اليوم؟ السرطانات بمختلف انواعها، كان بتر الارجل ما كانش عندنا هنا ما كانش معروف عندنا. بطر هنا. الارجل. مه. كان عندنا بزر... ل... 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 سرطان الثدي جابوا لكن احنا المشكل اللي يزيد الطين بله هو عدم وجود اختصاصيين وعدم وجود الاف الكشف المبكر. كانت... مهم جا جا مره حوالي ثلاث سنوات لكن بقى هو روحه مريض في مؤسسه نتاع في مستشفى، ما مستشفى، يفتقد لل... لل... طيب. للمسير طيب. ويفتقد للآليات طيب سنتحدث الآن بعد الفاصل عن التعويضات وآليات التعويض ومطالب سكان رجان ربما لوقف هذا الشبح الذي يهدد صحتهم وحياتهم، يعني هذا الشبح الذي لا يظهر، الناس ما تعرفش هذه الإشعاعات إلى غير ذلك مشاهدينا الكرام، لكن بعد فاصل قصير عودة مجددا لكم مشاهدينا الكرام أهلا بكم في هذا الجزء الأخير من حلقة اليوم من البلاد اليوم الذي أو التي نخصصها لإحياء أو الذكرى الستين التي تمر على تفجيرات النووية بمدينة رجان تحدثنا عن الوضع هناك في رجان تحدثنا عن ربما السرية التي حازها هذا الملف وطريقة التعامل معه ربما الآن قبل أن نواصل التحليل والنقاش نستعرض تصريح وزير المجاهدين الطيب زيتوني حول تفجيرات رجان وحول العلاقات الجزائرية الفرنسية وملفات الذاكرة ثم نعود الآن او عمل الحكومه اللي مطروح الان للنقاش في البرلمان سيطرح يعني يوم السبت كذلك لمجلس الحكومة فيه سمينا بالنسبه للذاكره الوطنيه الجزائريه ملفات بين الجانب الجزائري والفرنسي ربع ملفات من بين التفجيرات النوويه في اركان في اضرار والمخلفات نتاعها والإشعاعات نتاعها التي قتلت وما زالت تقتل وستقتل لان لازم اجراءات يعني ونحمل المسؤوليه للجانب الفرنسي ومن فيه فيه احنا هما يعني عطاونا بالنسبه للحل يعني بتطبيق قانون موران، الجزائر رفضت قانون موران نرفض اليوم نرفض قدوه، فيه تجارب في استراليا في بريطانيا في امريكا في اليابان، احنا فيه يعني مقترحات قدمناها وسنقدمها والجزائر عندها موقف موقف رسمي لا غبار عليه وسنبقى ثابتة في المقاطع إلا أن نحل هذه الملفات المطروحة بين الجانب والجانب الجزائري والجانب الفرنسي، إذا أرادت فرنسا أن تكون علاقات طبيعية بينها وبين الجزائر، فلتعرف اللي ملفات الملفات الذاكرة الوطنية والجزائريين مصممين على حلها إن أرادت فرنسا ذلك. الجزائريين مصممين على حل هذه الملفات الأربعة التي ذكرها طيب زيتوني، ربما تعليق على هذا التصريح تحدث بشكل رئيسي عن تفجيرات رجال أنها مضمنة في الملفات الأربعة، ملفات الذاكرة التي لا تزال الجزائر ملتزمة بهذا المبدأ الجزائر رفضت بعض الاقتراحات من الطرف الفرنسي سيكون مآل هذا التصريح مآل ما باقي التصريحات اللي عرفتها الجزائر ليس من السيد وزير المجاهدين فقط بل حتى من المنظمة الوطنية المجاهدين من منظمات أخرى من شخصيات وطنية مم. ما لم يكن هناك موقف واضح الضغط. لا موقف واضح مم. في ربط العلاقات الجزائرية الفرنسية على أساس الملف بملف الذاكرة لما أقول ملف الذاكرة في مقدمة ملف الذاكرة حنا نتكلموا الآن على التفجيرات عندنا أرشيف التفجيرات ما عندناش ما عندناش شكون يملك الأرشيف التفجيرات فرنسا فرنسا درنا دراسات متخصصة من طرف هيئة متخصصة شفنا الجوانب القانونية درسنا دفوعنا القانونية في هذا الموضوع نعتقد بلي كاين قانون هل يوجد قانون وقال كاين ملفات لا قال قا... كاين ملفات من الطبيعي جدا كاين ملفات ما دراسات هنا... لا مع الاستاذ نقدر نعيد ملف عندنا هاو ملف هاوليك تحوسها ملف هاو ملف هاو الاخ المتحدث السيد بس... الهامل يعني هنا نتحدث ايضا عن جديد طير في الجزائري لا لا شوف العلاقات الجزائريه الفرنسيه اقوى اقوى من هذه الملفات باش تكونوا واضحين وتكون الامور واضحه حتى نكونوا صادقين مع الراي العام إيه العلاقات الجزائرية الفروسية أقوى من هذه الملفات وما تتأثرش بهذه الملفات وكاين قاعدة موجودة في العمل السياسي الجزائري قال وزير المجاهدين لازم يتكلم من حل آخر لازم يتكلم ويتكلم العبرة ليست في حديث السيد وزير المجاهدين أو الأمين العام منظمة الوطنية للمجاهدين أو الأستاذ بالغيث العبرة بالموقف السياسي الرسمي للدولة المعبر عنه طيب. أمام السلطات الفرنسية طيب. وليس في خطاب بمناسبة مناقشة طيب خلينا نسمع الأستاذ محمد أمين بلغيث في هذه النقطة لا شوف يعني أنا أه لا نمليك الجدية اللازمة لا نملك خطابات. وهذه الجدية تحدث عنها جدية وقال انه الطرف الفرنسي هو من يعطل هذه المشاورات والمفاوضات لا لانه الطرف الفرنسي له قدرة على المناورة. أنا كنت البارحة أنا لازم تكون عندنا قدرة على التثبيت شوف كاين حاجة مهمة جدا مم يجب أن تكون للدولة الجزائرية ملفات، نعم ملفات حقيقية ملفات حقيقية. مم ملفات حقيقية مم يعني أنك تملك جزء من الحقيقة. الملفات الحقيقية أولا خاصة التفجيرات التفجيرات الآن منذ اليوم يفترض أنه رفع أو رفعت السرية عن الملفات المتعلقة بما يسمى بأمن الدولة الفرنسية أو القضايا المتعلقة بالشرطة ومتعلقة بالجيش يعني اليوم مرت 60 سنة بحسب القانون الصادر في 3 جان في 1979 هذا القانون يجوز لأي كان سواء كانوا باحثين أو مجتمع مدني أو جمعية جمعيات علمية أن تطلب من وزارة الدفاع الفرنسية ومن الكيدورسي وزارة الخارجية الفرنسية وحتى من الرئاسة الفرنسية نسخ من كل الملفات التي لها صلة بما وقع في رجان وحمودي وإنكر وغيرها من المواطن <applause> هذه النقطة الأولى لأنه أنا نقول لك أنه التعتيم التعتيم المتعلق بما حدث ذات يوم في 13 فبراير هو جزء لا يتجزأ من أسرار الدولة الفرنسية <applause> احنا الآن هل نملك المعلومات الكافية هل نملك الملفات الكافية إحنا الان اول نقطه اللي لازم نعرفوها هي ملفات اولئك الجنود الجزائريين او اولئك الاسر الجزائريين الذين تعرضوا الى الإشعاعات النوويه فلما تقرا مذكرات او تصريحات او كتب حتى فرنسيين الاغلبيه يقول لك باللي حتى الـ 68 حتى الـ 75 لم يكن يعلمون ماذا حدث بالضبط <applause> والفرنسيون يقولوا انه قبل ثلاثه ايام يعني في 10 فبراير استطعنا ان نطرد كل القبائل الساكنه في في الجبال المتعلقه بالمنطقه لكن يبدو ان الفقر وعدم القدره على مغادره المكان الذي سكنوه من مئات السنين أن, ان يتاثروا بكلام عاجل هكذا في ثلاثه ايام لانهم كانوا لا يعلمون مدى الخطورة التي كانت محدقة بالجزائريين في 13 فبراير 1960 الأمر الثاني والمهم جدا أن الدولة الجزائرية إذا تأسست كطرف أنا متأكد أنها ستزعج الفرنسيين لأنها إزعاج الفرنسيين بملفات وبشهادات وبوثائق وبصور تاريخ حي وتاريخ حي مم. الان احنا عندنا مم. الان مم. كل شاك... شاك في شهر ربيع المستشفيات يفترض ان عندها احصائيات على المواليد الذين يولدون اما موتى او مشوهين تشويه بسبب الاشعاع 100% وهذه كلها اثارها الاشعاعات في الملف مم. القضيه التي يجب علينا ان نؤكد عليها كمجتمع مدني كسلطه سياسيه عليا بصوره جديه هو الضغط على الفرنسيين حتى يقوموا بازاله او بتنظيف المكان لان تنظيف المكان اهم كثير بكثير جدا من ربما طلب الاعتذار او طلب طلب التعويض خاصه وان الغالبيه العظمى الذين كانوا شهود عيان او الذين تاثروا او ماتوا على الاقل هذا المشكل لكن يعني الحقيقه أن الجانب المطلوب على المستوى العلمي اولا لابد من معرفه الاماكن التي دفنت فيها النفايات او دفنت فيها للأجهزة الاجهزه التي لم تتركها على سطح الارض مم ولماذا لانه الى غير 68 يتكلم ممرض اسمه مصطفى ويتكلم الحاج الحاج حماده على ان للاسف الشديد الاميه بخطوره المكان هي التي تركت كثير من الناس كثير من القبائل يحملون مخلفات الاجهزه التي استخدمتها فرنسا وفي كثير من الاحيان بعد حوالي سنه او سنتين يموت وهذا ما حدث حتى للفرنسيين من المغاوير الذين شاركوا او الذين بقوا في المكان لما عادوا الى الى فرنسا بعد فتره عشر سنوات عادوا وكأنهم شيوخ عمره 90 سنه، يعني اهلهم ما عرفوهمش، معنى ذلك فما بالك انسان اللي يعيش في رجان الان منذ اكثر احتمل. من 60 عام. مم. مم. كيف سيكون التاثير على الامهات؟ طيب. كيف سيكون التاثير على الحيوانات؟ التاثير الكبير جدا على الماء كارثه بيئيه يعني. والظروف الطبيعيه فيها، اذا طيب. هذه كلها هي هي اسئله تحتاج الى اجابه طيب. رسميه من الدوله طيب. الفرنسيه نعم. وتتقدم بها الدوله الجزائريه راسا. طيب اذا اعود الى الاستاذ عمر هامل معنا عبر الهاتف، انتم كجمعيه تنشطون ربما في هذا تحت هذا العنوان، عنوان جمعيه 13 فبراير 1960، ما هي ربما اليوم مطالبكم؟ ما هي تحركاتكم؟ ما هي نشاطاتكم؟ لو تحدثنا عن ربما جانب التحسيس في هذه القضيه، تحسيس المواطن في رقان بخطوره الوضع، خطوره الاشعاعات، ونتحدث ربما عن الحلول المستعجله التي تطالبون بايجادها في المنطقه. استاذ عمر هل انت معي؟ طيب. طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال إذا أستاذ عمر خيلة نحول لك السؤال اليوم يعني إن لم تتدخل فرنسا أو إن لم يكن هناك قانون استجابة من فرنسا إلى غيرها هذه الإشعاعات متواصلة كما قلنا ولألاف السنين ومئات ألاف السنين اليوم كيف نحد من خطرها على سكان المنطقة؟ هل توسع العمراني بالمنطقة أمر صحي؟ هل ربما آه نبقى دائما نجيو في 13 فبراير في حصة وبلاطو ونتحدثوا عن تفجيرات رقان بعدين كل واحد ينصرف لحياته وأشغاله هل لازم تكون ربما ثقافة تحسيسية متواصلة وحتى أنه الوعي الناس ربما المواطن العادي ما يعرفش شو حدث في رقان الأسئلة هذه اللي راك قدمتها سيلام تاع الأسئلة سيلاً راهم ستين سنة <applause> يعني لو لو كانت فيه المفروض هذا كان اليوم جزائر 2020 مش جزائر 1960 يعني ايش المفروض هذه الاسئله تطرح منذ سنه 60 وتظل مطروحه وتطرح ومطروحه مازالها تظل مطروحه وتتلقى اجابه اذا كنا احنا في الجزائر نطرح هذه الاسئله منذ سنوات وما كانش جواب هذا إيه سؤال ابدي ولا كيف سؤال هذا يكمل الجزائري يعني حتى الاستاذ عامر الخيلا ما عنده جواب لا 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 اسمح <applause> ما عنديش ما عنديش جواب لان <applause> جوابي يعني انا واضح في سنة 62 وست... في سنة 98 تولت في روسيا 78 تولات في عملية ردم العتاد. والنفايات وكل مخلفات تاع التفجيرات في الانفاق اللي قامت هي بحفرها. اللي تعرف هي خارطتها. بالضبط ولليوم احنا ما عندناش خريطة يعني على الاقل ك... كباحثين اما الجهات الرسمية ممكن على المستوى مؤسسات معينه ممكن تكون كاين خريطه ولكن على مستوانا كباحثين ما وجدنا اي خريطه في اي آ... تم الردم وهذا الردم بعد نشوفو كل من يزور الجنوب الجزائري يوجد بعض العتاد موجود على السطح موجود على السطح, <تصفيق> 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 على السطح. كانت بعد صور ظاهره يعني نعم يوجد بعض هذا معناها بلي فرنسا قامت بعمليه المفروض من ناحيه على الاقل انسانيا مم. انسانيا كانت فيه اثار لاشعاعات نوويه كان المفروض عمليه المسح والتنظيف تم مباشره تقضي سنه تقضي سنتين اول حاجه عندها تقنياتها فرنسا عندها تقنيتها ثاني حاجه عندها خريطه ثالث حاجه عندها نتيجه محدده وهي انه من سنه 60 لسنه 78 يعني قرابه عشرين سنه كفيله باش تمتحن وين وصل لا وين وصل الانتشار يعني وين وصل الانتشار هذا الشيء ما تمش احنا الان نجيو نحاكموا فرنسا تاريخيا ما تحتاج بالنسبه لنا هذا جرم جرم كالمجازر والابادات اللي تمت من 1830 ل 1962 لكن انا اقول بانه على السلطات العموميه يا سيدنا ما نقول لكم تعاملوا مع فرنسا ولا طرحوا الالحاح على فرنسا لا ديروا مؤسسه علميه، أصدوا لها اموال. فرنسا هذه انا اكتشفت الان من الحوارات الاخيره، باللي فرنسا اللي كانت الاعتمادات الحربيه تاع من سنه 57 ل 62 تكلفها مية ألف مليار، معناها بمعدل ثلاث ملاير يوميا، ولات فرنسا دوله مستدانه، يعني دوله مدينه. مدانة مدان لا لا تطلب من مدايما من طرف هذا الان اكتشفوا بانه الملاير هذه الثلاث ملاير اللي كانت جزء كبير منها كان مخصص لعمليه البحث والتنقيب وكذا في اطار الاكتشافات نتاع للوصول للقنبله النووية القنبله بالمناسبه كانت تصنع في فرنسا خليني نسمع الاستاذ عن هامل وقت البرنامج انتهى أستاذ عمر ما زلت معنا عبر الهاتف كنت قد سألتك حول نشاطكم اليوم كجمعية من أجل نشر التحسيس والتوعية في المنطقة لأهلنا في رجال حول خطورة ومغبة هذه الإشعاعات وإن لم تكن ظاهرة وما هي طلباتكم ربما للتكفل بالحالات الصحية هناك طيب أستاذ عمر يبدو ان الخط انقطع اذا اذا مشاهدينا الكرام بهذا اشكر الاستاذ عمر هامل رئيس جمعيه ضحايا التجارب النوويه برجان الذي كان معنا عبر الهاتف في هذا العدد اشكر ايضا الدكتور محمد اميد بالغيث المؤرخ والاكاديمي شكرا لك على هذه المشاركه وهذه الاضافه اشكرك ايضا دكتور عامر خيله الاستاذ في القانون البحث التاريخ على هذه التحاليل القيمه مشاهدينا في كل مكان البلاد اليوم تمت برامجنا مستمره